المشكل ديالي كان واحد الانسان اتهمني من قبل المخدرات، كان ديروا الماء وهذه، وانا غير متهم وصافي بدون اي حاجه، غير اتهمها متهم هكا وصافي. ودابا الحمد لله، والله الحمد لله، جات الاعفاء من عند سيدنا، الشيء اللي كنا كنطالبوا كنتمناو، وربي يفرج جاب الله الفرج وصافي. شكون توصل لهم وقال لك بانك احسنت؟ مقدم الحومه، قدمت الحومه وجاو معاه شي ناس، والخليفه والشيخ، وهذا الشيء اللي عطى الله. تلاقيت بواحد الفرحه، واحد السرور، واحد لمده 4 سنوات. ودابا الحمد لله، والله الحمد، دابا كنحس براسي طالق، والله الحمد، مرتاح عادي، بحالي بحال الناس، ما كاين حتى حاجه الحمد لله. من اللي تلقيت العفو دابا كنشكر جلاله الملك الحمد لله، والله الحمد، اشكره على هذا العفو، واطلب له النصر والتأييد. اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم انصره. وهادشي مزيان اذا كان هذيك على المواطن، مزيان هادشي. هذا الانسان التقني اللي دار الدوله فاخر، مزيان، يجعل الله يكون فيه واحد الاريحيه للنفس المواطن. كفي الله عادي، ماشي كنعيش واحد، كان احنا خلقنا في هذه العشبه، ما عرفناش كيفاش كنا كنعيشوا في حاله الضيق، ولكن الان دابا الان كنسمعوا هذا الشيء كيريح، كيرتاح، كيريح النفس. اذا كان ممكن على حسب التقنين مزيان. الله يودي، الله يودي، غنعيشوا من واحد الاريحيه مزيان، يكون الخير ان شاء الله. وهذا الشيء مزيان، مزيان للمواطن ومزيان للدوله. الله يودي، كنشوفوا كنسمعوا في الاخبار وكنشوفوا في هذه، كنشوفوا مزيان، قال لي سيدي كاين التقنين وكذا، كنقولوا مزيان. اللهم هيدا، ولا الانسان يعيش واحد الضيق واحد الحرج، هيدا يكون الانسان يفلح بحريه احسن واحسن. كنقول له اشكرك، واللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم انصره.